سعد السفير، السلام عليكم. عليكم السلام، اهلا وسهلا. كيفك يا سعد السفير؟ وكيف والله قلبنا مع فلسطين. بارك الله فيك، وفلسطين ايضا قلبه الان مع العالم كله حقيقه. كيف الموضوع، كيف الوضع في فلسطين مع الكورونا فيروس، وايضا هنا مع الجاليه مقيمه باوروبا وفي العالم؟ نعم، هو في الحقيقة يعني كما تعلمون وأكيد كما تابعتم تقريبا إجراءات الحجر والطوارئ يمكن من أوائل وقد تكون أول حكومة في العالم أو القيادة في العالم تقرر الحجر هي كانت في فلسطين حقيقة، لأننا نعرف إمكانياتنا، نعرف أننا نقع تحت الاحتلال، لا يوجد لدينا لا مطار ولا موانئ، فبالتالي كان لنا أن نقوم بجميع الإجراءات كي نحمي شعبنا ونقيه من هذا الوباء الفاحش. فمنذ البداية فخامة الرئيس محمود عباس أبو مازن رئيس دولة فلسطين كان قد فرض حالة الطوارئ وحالة الحجر على الجميع وأغلق جميع المحلات التجارية باستثناء ما يتم بيعه من مواد غذائية أو الصيدليات. وأيضا بالأمس فقط بالأمس قام فخامة الأخ الرئيس أبو مازن محمود عباس بتمديد حالة الطوارئ إلى شهر إضافي لغاية 30 من هذا الشهر 30 نيسان أبريل. الوضع في فلسطين الحمد لله دعنا أقول مستقر جيد، تم تسجيل حتى هذه اللحظة 210 حالات إصابة في فلسطين سواء في القدس الشرقية أو في الضفة الغربية أو في قطاع غزة، لدينا حالة وفاة واحدة. ندعو الله طبعا أن يحمي شعبنا وشعوب العالم من هذه الآفة ومن هذا الوباء الفاحش. وأنا حقيقة أن الحكومة الفلسطينية تقوم بكل ما تملك من قوة وإمكانيات لحماية شعبنا سواء في داخل الوطن أو في مخيمات الشتات واللجوء في خارج فلسطين. بالنسبة لأوضاع جالياتنا في العالم، طبعا دعني أؤكد أن هناك حقيقة تعليمات تصدر من القيادة الفلسطينية يوميا وعلى مدار الساعة لجميع سفارات دولة فلسطين في جميع أنحاء العالم للتواصل مع الجالية وتقديم كل يد العون والمساعدة. هنا في بلجيكا ولوكسمبورغ أبناء الجالية الفلسطينية أقول للأسف تم تسجيل 44 حالة إصابة حتى الآن بالفيروس، ولكن جميعهم والحمد لله وضعهم مستقر، تقريبا خرج جميعهم المستشفى إلا حالتين فقط موجودة في المستشفى حاليا تحت الرعاية والعلاج، ونتمنى السلامة للجميع. نحن كسفارة دائما نتوجه إلى أبناء جاليتنا هنا في بلجيكا ولوكسمبورغ بالالتزام الكامل والتام بالتعليمات الصادرة عن السلطات الرسمية واتباع الإرشادات الطبية التي تصدر يوميا هنا من بلجيكا. سعادة السفير، كلمة على الدعم، الدعم الأوروبي والدعم العربي، هل عندكم خوف أن يسقط شوية هذا الدعم خاطر أوروبا هي الاتجاه لاقتصاد صعب؟ طبعا صحيح، يعني هو هذه الأزمة الحالية التي يعيشها العالم ما يسمى فيروس كورونا ستؤثر سلبا على الاقتصاد العالمي وقد ينتج عنها أزمة اقتصادية كبيرة على مستوى العالم ككل منها أوروبا. لكن فيما يخص الدعم إلى فلسطين، طبعا نحن نتمنى على الاتحاد الأوروبي ودول الأعضاء وعلى المجتمع الدولي ككل بعدم تقليص هذا الدعم وعدم تخفيضه، لأن فلسطين كما يعلم الجميع هي الدولة الوحيدة التي تقع حاليا تحت الاحتلال، وبالتالي تحت الاحتلال يعني أنك محتاج إلى الدعم الدولي. نتمنى رغم ما سينتج عن هذا الوباء من أزمة اقتصادية، نتمنى على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والمؤسسة الأوروبية بعدم تخفيض الدعم، بل نطالبهم بزيادة الدعم خاصة في الوقت الحالي، لأنه حقيقة فلسطين الآن تحتاج إلى كل دعم سواء في المعدات الصحية أو في موضوع المواد الغذائية. كما تعلمون وأكرر دائما للأسف ليس لدينا لا مطارات ولا موانئ، فكل ما يدخل لفلسطين المساعدات يدخل عبر الحكومة الإسرائيلية حكومة الاحتلال، وعلى العالم كله حقيقة أن يقوم بواجبه الآن من أجل زيادة الدعم وليس تخفيضه، رغم معرفتنا تامة بأن هذا الوباء سيسبب أزمة اقتصادية، لكن أتمنى
ينعكس سلبا على الشعب الفلسطيني المحتاج لكل دعم. ورسالة حابة حقيقة أوجهها للعالم بأسره أن يتضامن حاليا وأن يجد كل الطرق للضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي، خاصة الحكومة الإسرائيلية، منها بأن تقوم بالإفراج عن الأسرى الفلسطينيين الموجودين داخل السجون الإسرائيلية، لأنه للأسف إذا تفشى هذا الوباء بينهم فستكون كارثة حقيقية. أتمنى على العالم أن يقوم بدوره من أجل إجبار إسرائيل بالإفراج عن الأسرى الفلسطينيين. سعادة السفير، هل ممكن للجالية المساعدة عن طريق السفارة؟ وأيضا كلمة للجالية في الخارج، إنها والله العظيم إحنا بالجزائر نقول مقلقة كثير على الشعب والعائلات الموجودين في غزة مثلا. حقيقة دعني أقدم شكر لكل أبناء الجالية الفلسطينية في بلجيكا ولوكسمبورغ على وقفتهم الكبيرة مع بعضهم وتضامنهم مع بعضهم والتفافهم حول السفارة الفلسطينية، وعلى مساعدة السفارة الفلسطينية هنا في تقديم يد العون لكل محتاج من أبناء الجالية الفلسطينية. حقيقة الجالية الفلسطينية هنا أثبتت كالعادة حقيقة تضامنها وتلاحمها وصفها الواحد في إطار مواجهة هذه الأزمة ومساعدة بعضهم البعض، والوقوف مع السفارة أيضا لمساعدة المحتاجين أبناء الجالية. طبعا حينما تذكر غزة نقول أن العالم كله حقيقة وأكيد منهم الجزائر وكل الدول العربية قلقة جدا على الأوضاع في غزة، والجميع يدعو بألا يتفشى هذا الوباء في غزة. تعلمون جيدا غزة هي حقيقة منطقة مساحتها قليلة جدا جدا، لا تتجاوز 370 كيلومتر مربع، ويعيش فيها أكثر من 2 مليون فلسطيني. فتخيل لا سمح الله لو تفشى هذا الوباء ما هي الكارثة التي ستحدث. ولكن أطمئن الجميع يعني حقيقة حتى هذه اللحظة التي أتحدث فيها معكم الوضع في غزة الحمد لله مستقر، وهناك حقيقة الشعب يعني يعي جيدا خطورة هذا الوباء، ملتزمين بكل التعليمات الرسمية والإرشادات ولا يغادرون منازلهم إلا للضرورة القصوى، وبالتالي الحمد لله لا يوجد حالات كثيرة في غزة. وأدعو الله أن يحمي شعب فلسطين والشعوب العربية والإسلامية وكل شعوب العالم. وكلمة أيضا، هذه الكلمة الأخيرة، طلبوا مني الشبان من الجزائر كلمة لهم، والله حبسوا هذا الحراك خاطر في خطورة هذا الكورونا فيروس، ولكن كنا ننظر في كل مرة أن فلسطين كانت معاهم وهم يحلموا نفس الشعب الفلسطيني للحرية. كلمة لهم من فضلك للشبان الجزائريين. طبعا يعني دعني اقول انه الجزائر بلد المليون ونصف مليون شهيد، تعي جيدا ماذا يعني الاحتلال، وتعي جيدا ماذا يعني تقييد الحريه، وتعي جيدا بان لا ينعم الشعب في دوله مستقله وحره وذات سياده. الشعب الجزائري الشعب العظيم الذي لم يبخل يوما على فلسطين باي شيء، القضيه الفلسطينيه حاضره في قلب وعقل كل جزائري صغيرا وكبيرا رجلا وامراه، في ايضا عقول تقريبا كل الشعوب العربيه والاسلاميه. ونقول لشباب الجزائر تأكدوا تماما أن دعمكم ومساندتكم للقضية الفلسطينية ستثمر إن شاء الله عن دولة فلسطينية مستقلة حرة وعاصمتها القدس الشريف بإذن الله. ونحن نقول أيضا لشباب الجزائر دائما قفوا مع فلسطين، دائما تضعوا القضية الفلسطينية أمام عينكم كما عودتونا على ذلك، ولما لا، والجزائر دائما تقول نحن مع فلسطين ظالمة أو مظلومة. شكرا 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 جزيلا، مع السلامة سعد السفير.